صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم متغاديو، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسلامة. كعادة كل يوم ثلاثاء كيكون مرافقني وحاضر معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. باش اليوم موضوعنا غادي يكون على الأعشاب والزيوت الأساسية وكيفاش كيكون تأثير ديالها على صحة المرأة. كنا كنعرفوا على أنه المرأة كتمر أحيانا بظروف صحية معينة، كذلك كتمر بأوضاع لي معينة، منها مثلا الفترة ديال الحمل، منها كذلك الفترة ديال الدورة الشهرية، ما نساوش كذلك سن الأمل، فكلهم كيرفقوهم أعراض أو علامات اللي كتأثر على الصحة ديالها. هنا بعض السيدات كيلجؤوا لأنواع معينة من الأعشاب أو الزيوت الأساسية، فالتأثير ديالها واش كيكون إيجابي أو سلبي ووقتاش؟ هذه كلها إن شاء الله نقاط غادي نتكلموا عليها اليوم رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني. أرقام التواصل معنا غتكون مفتوحة، فمرحبا بكل أسئلتكم اللي عندها علاقة بالموضوع على 05 22 46 52 51 أو 52. ما نساوش كذلك الرقم 5080 هو رقم التواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس. كيكفي في اول اس ام اس او الرساله اللي غادي تبعثوا بها كتبوا فقط كلمه صحه اس ا اش ا، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080، وكل تساؤلاتكم جاوبوا عليها اليوم رفقه الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. احنا غادي نبقاو لحظه مع اولى اختياراتنا الغنائيه، اسمعوا ليها وراجعين، فخليكم معنا. انا على مد غادي الاذاعه القريبه منكم، ومن جديد كنرحبوا بكل الاوفياء في حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه. كيف ما شرنا اليوم موضوعنا غادي يكون على الاعشاب والزيوت الاساسيه وكيفاش كيكون تاثيرها على صحه المراه. هذا الموضوع معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. صباح الخير دكتور الرمضاني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تحيه لك وتحيه لجميع المستمعات والمستمعين. مرحبا بك معنا اليوم دكتور عبد الخالق الرمضاني. لما كنقولوا جسم المراه ماشي عنده خصوصيه فقط غير في الشكل ديالو، وانما حتى يعني كيفاش كيتفاعل مع ظروف صحيه ربما معينه، مع عوامل كذلك، مع مراحل ربما او ظروف كتعيشها المراه. فاذا تكلمنا على الاعشاب او الزيوت الاساسيه والتاثير ديالها، احنا غادي نمشيو نقطه بنقطه بطبيعه الحال، ولكن اليوم غادي نعطيو للمستمعين الكرام الخصوصيه اللي عند الجسم ديال المراه لما كتدخل مثلا شي ماده طبيعيه عندها علاقه بالاعشاب للجسم ديال المراه، اشنو كيقدر يوقع؟ كما قلتين المراه ملي كنهضروا نبغي نعاود نذكر بواحد المساله اللي هي مهمه، هو ان كاين عندنا مثلا في الاجسام ديال اولا في الانسان نقدروا نقسموه الى ثلاثه، نقدروا نقسموه الى المراه الرجل والطفل، وهادو ثلاثه الحوايج اللي هما مختلفين واحد الاختلاف اللي هو كبير، وواحد العدد كبير من المعطيات كتخلي على ان هذا الاختلاف فعلا كاين، لا من ناحيه الجسم، لا من ناحيه الحاله الهرمونيه ديال الجسم، لا من ناحيه واحد العدد كبير ديال المسائل اللي هي فيزيولوجيه، واحد العدد كبير ديال المسائل اللي ضروري كناخذها بعين الاعتبار قبل ما كنتعاملوا مع هذاك الجسم. وحنا ملي كنهضروا على الجسم بطبيعه الحال كنهضروا على الفيزيولوجيا، على التكوين، لا الفيزيولوجيا، لا حتى النفسي، الفيزيولوجيا ديال المراه، فهي فيزيولوجيا بطبيعه الحال هي مختلفه بواحد الشكل كبير على الرجل، وبالتالي حتى التعامل ديالها مع واحد العدد كبير ديال الاعشاب، حتى هو كيخصو يكون يعني واخد بعين الاعتبار هاد المعطيات هادي. كذلك المراه في ماكن من البلوغ اولا من الوقت فاش كتبدا مستعده للانجاب حتى الوقت ديال فاش كيمشيو عليها لي ريغل ديالها، يعني اللي كنسميو حنا سن ديال الياس اولا لا مينوبوز، سن الامل. هو سن الامل، انا كنفضل المصطلح ديال سن الامل. نعم، في ايجابيه اكثر، لانه هو فعلا واحد معدد كبير ديال الدراسات اللي هي سوسيولوجيه بسيكولوجيه اللي تبتات على ان سن الامل اولا اللي كيتسمى أطوخ سن الياس، فهو بالعكس فهو أكثر أحسن الأوقات اللي كاينين عند المرأة، وربما واحد العدد كبير ديال الدراسات اللي مشات في هذا الاتجاه وأكداتو. كذلك يعني فاش كنهضر على هاد الاختلافات اللي كاينة في الجسم ديال المرأة اللي كتكون على حساب العمر ديالها، وكذلك على حساب الحالة الهرمونية ديالها، ف بطبيعة الحال حتى التعامل معها لا من ناحية التغذية، لا من ناحية معطيات مثلا مكملات غذائية من قبيل مثلا أعشاب طبية ولا زيوت أساسية، فبطبيعة الحال خاصة تكون واخدة بهذه المعطيات هذه. وكذلك في هذاك الوقت مثلا فاش كتكون السيدة في مثلا في ذاك السن اللي كيتسمى السن ديال الإنجاب،
الا كانت حاملك او ثاني كيكون واحد التغييرات عاوتاني اخرى في الجسم ديالها. كذلك هنا بطبيعه الحال كتكون هي وكيكون حتى الجنين هادو تهما حويجات اللي ضروري كناخذهم بعين الاعتبار ملي كنبغيو نتعاملوا مع اعشاب طبيه ولا مع زيوت اساسيه. يعني هنا ربما الاستنتاج الوحيد اللي نقدروا نخرجوا به ولا نلخصوا به هذا الموضوع اللي هو فعلا موضوع كبير، لانه نقدروا نعير هذا الموضوع هذا نقدروا نقسموه قلا لواحد العدد كبير ديال الحلقات وما يقدناش الوقت اللي بغينا نمشيو لكل حاله كل فئه عمريه على حده، واكثر من ذلك على حسب مثلا حتى مثلا شي نعرف في الدوره الشهريه ديال السيده راه بطبيعه الحال التعامل ديال مع الاعشاب حتى هو كيمشي على حسب واحد العدد كبير ديال المعطيات. وكنلاحظوا لان كاين اختلاف، كاين اللي كتعيش هذيك الوقيت هذيك الاسبوع هذيك خمس ايام كتعيشها بواحد الشكل عادي، كاين اللي كتعيشها متوتره، كاين اللي كتعيشها بشويه الحريق شويه الصداع. يعني هذه مسائل كامله اللي كنقدروا نتعاملوا بها بطرق بمكملات غذائيه اللي كتكون بسيطه. بطبيعه الحال كتبقى الاهميه ديال التغذيه دائما هذه كنعاودوا مابقاش نرجعوا فيها حيت هي الاساس. اذا نعطي مثلا نقدر نبداو فيه مثلا المراه الحامل كنلاحظوا على انه ملي كنهضروا على المراه الحامل يعني بطبيعه الحال راه كتوجد لنا راه بالاذن ديال الله سبحانه وتعالى كتوجد لنا واحد الجنين، كتوجد لنا واحد المولود، كتوجد لنا واحد الانسان. اذا هذه مسائل بطبيعه الحال خاصها تدخل الجسم ديالها المسائل اللي غادا تعاونها هي بالصحه ديالها واللي ما غاداش تضر بها، وكذلك اللي غادا تنفع الجنين ديالها واللي ما غاداش تضره. يعني في هاد الحويجات هادو اللي انا ذكرت كيبان لنا على انها بطبيعه الحال التغذيه ديالها خاصها تكون مقاده، وكذلك يعني حتى حويجات اللي خاصها تاكل اللي هما بساط مثلا. غادي نرجعوا لعندك دائما في هاد النقطه دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، وغادي نتكلموا حتى على واش كاين شي اعشاب اللي مسموح بها تاخذها المراه في هاد الفتره ديال الحمل كيف ما قلتي، وغادي نتكلموا على بعض النساء مثلا اللي كتفضل على انها تاخذ يعني اعشاب كتقول على انها مهدئه بحال كاموميل والبابونج. غادي نتكلموا على كذلك اللويزه واش مسموح بها عند المراه الحامل ولا لو كيفاش كيكون التاثير ديالها واش ايجابي ولا سلبي. فقط غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعد، فخليكم على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم. مرحبا بتواصلكم معنا على الارقام اللي هي 0522 46 72 50 51 او 52 وكذلك رقم 5080. كتبوا فقط كلمه صحه في اول اس ام اس اللي غادي نتبعثوا به، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. دكتور عبد الخالق رمضاني كنا توقفنا في المساله ديال المراه خلال فتره الحمل، الا تكلمنا على بعض الاعشاب اللي مسموح بها واش كاينه اصلا عند المراه الحامل ممكن عندنا تاخذ بعض الاعشاب، ونعطيو للمستمعين الكرام امثله بحال لويزا مثلا والبابونج. مزيان، دونك هي الاعشاب اللي ربما تقدر تستعملها السيده الحامل بدون ان تخوف هي الاعشاب اللي هي بسيطه اللي احنا دائما موالفين كناكلوها. مثلا نعطي المثل بالسكنجبير والجنجوغ، هنا بطبيعه الحال ما كنهضرش على واحد الكميه اللي هي كتكون كثيره، ولكن كاين واحد لابتيت يعني واحد التحضير اللي كيكون بسيط ديال السكنجبير، وثبت على انه فعلا وهذه يعني حتى امريكان كوليج ديال واحد الكوليج الامريكي ديال جينيكوبستريك ديال الامراض طب النساء والتوليد فتثبت على انه فعلا كاين منافع ديال السكنجبير عند السيده اللي الحامل لمحاربه داك المشاكل اللي كتكون خاصه التقيؤ وداك الثقال ديال المعده وداك. كذلك لا كوميسيون اوتايا اللي هي واحد المنظمه المانيه حتى هي ثبتت على انه فعلا كاين عنده منافع في هذا الاتجاه هذا. كذلك كاين المشروب الاخر اللي تقدر تشربه، اللي حنا دائما كنشربوه اللي هو الشاي والشاي بالنعناع، الشاي بوحده ولا النعناع بوحده ولا الشاي بالنعناع، فهادو غير ما هو اللي منصوح به بحكم على ان السيده الحامل عاد خاص غالبا ما كيكون عندها مشكل مثلا في الماده ديال الحديد ولا في واحد الاملاح اخرى. فهنا يستحسن على ان الا كان شي كانت الرغبه ديال المشروب بحال هذا فمن الاحسن على انه يكون واحد الساعه قبل او لا واحد الساعه من بعد. بخصوص اللي ذكرتي اللي هي خاصه اللي غنركز عليها اللي هي البابونج،
فهو البابون شحال من كنعرفوا كنا تطرقنا ليه واحد العدد كبير ديال الحلقات وهضرنا على المنافع ديالو الخزامه كذلك وعندهم يعني عندهم واحد العدد كبير ديال المنافع للانسان اللي ما عنده حتى شي مشكل اللي الحاله الفيزيولوجيه ديالو عاديه ولكن بالنسبه للمراه الحامل فواحد العدد كبير ديال الدراسات بحكم على انه ما تبتاتش على انه ما فيش اضرار إذن باللي في جامع الدراسات ما تثبتش على انه ما كيتسبب في حتى شي ضرر اذا من الاحسن النصيحه اللي كنصحوا للسيدات الحوامل هو انهم يحاولوا يبعدوا على هذيك الخلطات وعلى هذيك المشروبات فيما يخص مثلا بعض الاحيان كيشربوا داك المشروب ديال الويزا المشكل اللي كيكون عندها في بعض الاحيان هو اللي كتقدر تسبب لنا في واحد الحاله ديال واحد الاسهال ولو واخا دو واخا خفيف ولكن كيكون واحد الاسهال خاصه لك كانت سيدة عاوتاني عندها مشكل ديال الامتصاصات وعندها مشكل ديال يعني ما كتستافدش مزيان من الماكلة ديالها ولا ما كتاكلش مزيان إذا هاد الحالة في الحالة كذلك نحاولوا نتفاداوها. غنرجع مازال ونسولك على القرفة كذلك واش مسموحة عند المرأة الحامل ولا لا ولكن توصلوا مع المستمعين الكرام ناخذوا السعدية على الخط معنا من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير السعدية. وعليكم السلام ورحمة الله. كدايرك لاباس؟ الحمد لله سعدية. كدايرك معك الدكتور؟ الحمد لله مرحبا بك. الله يعطيك الصحه لالا بغيت نسولو على عندي ضغط العين ضغط العينين اييه وبغيت كنشرب انا واحد المده بكري قبل ما يجيني كندير يازير وداك كيوافقني وداك الشيء وعيني دابا وليت كنخاف ما عرفتش شنو اللي غادي يطلع لي ضغط العينين يقول لي ينفعني في هذا الشيء اللي غادي يطلع لي الضغط يعلمني بيه الله يعطيك الصحه. واخا شحال في العمر ديالك لالا السعديه شحال في العمر ديالك؟ عندي 61 سنه بديت في 61 سنه واخا الله يعطيك الستر اي حاجه يمكن لها ترفع لي الضغط يقولها لي الله يسترك والله يعطيك الستر بغيت الوالده ديالي رجليها كيحرقوها من الفحم وباردين بزاف واخا نجاوبوا على كل اسئلتكم باردين عليها بزاف وكيحرقوها ما كدير دواء حتى دواء ما وافقه في رجليها ودائما عندها هذه الحاله ولا غير شويه في البرد لاله السعديه؟ لا ديما لا الصيف ولا البرد وكيحرقوها قالت لك العافيه شحال العمر نتاعها؟ امي عندها 84 سنه. هو خلال السعديه نجاوبوا على الاسئله ديال كلها شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء نمشيو ناخذوا حتى خديجه على الخط معنا من تطوان. صباح الخير خديجه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اختي كيفتي انا لاباس؟ الحمد لله لاله خديجه. نشكركم بزاف على البرامج اللي كتقدموا لنا. مرحبا بك. نشكر الدكتور ديالنا اللي كان صحنا عطينا نصائح الله يجازيه بخير. مرحبا لله خديجه. انا اختي عندي دائما نسول الدكتور الله يرحم والديه كان عندي ضغط الدم. واخا. وكنستعمل الاعشاب بزاف وبالخصوص الزعتر. الزعتر. كنستعمله في الماكله ديالي بزاف وكنعملو حتى في الزيت وحتى الزيت الزيتون كنعمل فيه الاعشاب وكنفطر به. اييه. واش ما عنديش تاثير الله يرحم والديك والويزه حتى هي كنشرب كنفطر بها. واخا. يرحم والديك. وقولي لاله خديجه لاله خديجه ملي كتعبري الطونسيون الضغط شحال كتلقاي؟ واش باش نقول لك اختي 16 15 كما كينزل لي شي على 16. على شحال 16 على شحال حيت كنعرفوا كل مره على 10 11. واخا. الله يرحم والديك وانا كيعجبني الاعشاب اذا نسم بهم كنستعملهم بزاف. واخا لاله خديجه نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله. كنشكركم بزاف الله يرحم والديك. العفو شكرا لك يا خديجه كنتي معنا من تطوان. اذا قبل ما نجاوبوا على السؤال ديال السعديه باش نساليو من النقطه ديال المراه الحامل ونمشيو كذلك الام المرضعه دكتور عبد الخالق الرمضاني بالنسبه للمراه الحامل والقرفه واش كيكون شي تاثير ولا لا؟ بطبيعه الحال بحال كاين بعض الاعشاب اللي من الاحسن ان السيده كما ذكرت هي شحال ما بعدات من الاعشاب شحال ما احسن يعني وللاسف كنلقاو ان احنا في التقاليد ديالنا في العادات ديالنا واحد العدد كبير ديال الاعشاب اللي كتبقى حاضره معنا عند السيده الحامل وكاينه دائما في الكوزينه كنطيبوا بها كنسمو بها الماكله. ملي كنهضروا على المنسمات ما كاين حتى شي مشكل ملي كنهضروا على المنسمات فهنايا بطبيعه الحال كنستعملوا واحد الكميه عارفين واحد الكميه اللي ربما هي قليله بزاف ماشي يعني ماشي بديك الكميه اللي وصلت وداك البرانسيب اكتيف وديك المكونات ديال الاعشاب كانت هي اللي هي الطاقية ملي كتكون غير منسمات فبطبيعه الحال ما كيكون عندنا منها اي تخوف ولكن كما ذكرت بحال الا عطيت مثلا غير بعض الاعشاب عطيت المثال ديال البابونش اللي ذكرتيه قبيله واللي هو من الاحسن ان احنا ما نستعملوش بحكم على كما ذكرت لك لانه ما تبتات حتى شي دراسه بلا راه ماشي مضر يعني ما تبتاتش على انه مضر ولكن ما تبتاتش على انه ماشي مضر كذلك
كاينين شي اعشاب اللي هي بسيطه، ذكرتي مثلا القرفه، ولا بالاخص مثلا حتى الخزامه، مثلا حتى هي الخزامه كيف ما ذكرنا في واحد العدد كبير ديال الحلقات بانها اوتيروتونيك، معنى انها كتخلي هذيك الوالده كيكون واحد التقلصات، كتبان لنا هذيك التقلصات. وبطبيعه الحال هذوك ماشي هما اللي كتكون محتاجه لهم السيده بطبيعه الحال، بالعكس في الوقت ديال فاش كتكون حامل بالعكس كيكون الوالده خاصها تكون يعني في واحد باش يثبت الجنين بطبيعه الحال. اذا يعني عارف خلاصة وكنصيحة اللي نبغي نخرجوا بالنسبة للسيدة الحامل كذلك، نبقاو عارف هاد الحويجات بجوج اللي هما إذا كانت كتستعمل مثلا بالنسبة للحالات اللي كيكون عندها مشكل ديال التقيؤ والحالة ديال هذاك لينوزي، يعني حتى الشهية ما كايناش وداك الشيء، كيبقى سكينجبير كيبقى كمشروب يعني يكون كتحضر في البيت ديالنا وكنقادوه بالشكل اللي يعجبنا، فكيبقى من بين أحسن العلاجات اللي كيمشيو في هذا الاتجاه. شحال الكمية اللي تقدر دير المرأة الحامل إذا كانت غتاخذ مشروب ديال سكينجبير؟ تقدر تمشي تاخذ واحد مثلا غيزوم، واحد جدر واحد مثلا، ولكن طبيعة الحال من الاحسن يكون خضر، هو اللي كتربيه، هو اللي كديرو في واحد اذا يكون محكوك، هو اللي كديرو كطيب عليه واحد لتر تقريبا ديال الماء، هو اللي كتصفيه، هو اللي كديرو في الثلاجه، هو اللي كدير فيه واحد شويه ديال الحامض ولا داك الشيء، وكتقدر تستهلكو يا اما هكاك مباشره او لا الا ما عجبهاش هكاك تقدر دير معها شويه ديال العسل. نعم يعني كيكون هنايا يعني كتحسن بواحد الشكل كبير، وكما ذكرت واحد العدد كبير ديال المنظمات اللي هي علميه اللي تبتات على ان المنفعه ديالو في هذا الاتجاه هذا. نعم. المساله الاخرى اللي ذكرت هي المشروب ديال الشاي والشاي ولا الشاي بوحده ولا الشاي بالنعناع، فمن الاحسن ان احنا نبعدوا هذيك المشروبات على الاوقات المهمه ديال الماكله، بحكم على انه كيحول دون امتصاص ديال واحد العدد كبير ديال المكونات اللي هي اساسيه، خاصه منها مثلا الماده ديال الحديد. نعم. نرجع للسؤال ديال السعديه اللي تواصلت معنا والمشكل ديال الضغط في العينين، فهي سولات على الاعشاب اللي يعني تزيد تفاقم الحاله ديالها، شنو هي دكتور عبد الخالق رمضان باش تبعد منها، وسولات على ازير واش كيكون عنده شي تاثير في الحاله ديالها. هي ملي كنهضروا على الضغط الدموي ديال العين، عفوا ارتفاع ديال الضغط ديال في العين، ليبرتونسيون انتراوكولير او اللي معروف بالجلوكوم، ف فواحد هنايا من الاحسن بطبيعه الحال هذه واحد الحاله اللي هي على واحد المستوى عالي من التخصص بطبيعه الحال، يعني ما انا شخصيا ما يعني هذه من الحويجات اللي ذوي الاختصاص يعني هما اللي كيمشيو فيها، يعني حتى تفاعل ديال الاعشاب ولا تفاعل ديال الزيوت اساسيه في هذا الاتجاه هذا، وهذا كان في واحد الاجتماع مؤخرا كان تطرح نفس السؤال في نفس الاتجاه، وهذا هو الجواب ديالي، يعني هذا المشكل هذا يعني كيبقى ديال الاختصاص ديال مختص في طب العيون هو اللي كيبقى الوحيد اللي كيقدر يخوض فيه ونتفاداو التعامل مع بعض الاعشاب اللي ولو انه ما تابتاش الضرر ديالها، من الاحسن ان احنا يكون واحد الحذر منها. ذكرت بالنسبه للسؤال ديال الثاني ديال سعدي الام ديالها الحرق في الرجلين والمشكل ديال البروديه دائما يعني في الشتاء وفي الصيف، حيت هنايا البروفيل ديال احنا عرفنا السيده 84 عام غالبا ما كيكون عندها مشاكل ديال المفاصل، واش عندها شي مشاكل صحيه اخرى؟ هنا بطبيعه الحال حتى التعامل معها يعني السيده اللي هي 84 سنه، نتمنى في حاله ما كان عندها حتى شي مشكل صحي، لا قصور كلوي لا قصور ديال الكبد، بطبيعه الحال نقدروا نعاونوها ببعض الزيوت الاساسيه اللي فيها شويه ديال ليزالديدار باش تنفسها شويه، ولا فعلا حتى فيها شويه ديال ليزاسيد. بحالاش؟ نقدروا نعطيوها مثلا باش بحكم السن ديالها، انا نفضل نمشيو عير بشويه ديال الخزامه لافونديولا غوستيفوليا. اذا الزيت الاساسي ديال الخزامه الزيت الكافور في هذه الحاله يفيدها ولا لا؟ زيت الكافور بالنسبه للسن من الاحسن اننا احنا نبعدوا منه، خاصه ولو انه في واحد العدد ديال الحالات كيعجبهم، يعني حتى الكميه دائما الكميه كناخذوها بالاعتبار، دائما نمشي بواحد الكميه اللي هي كتكون قليله. انا ذكرت الخزامه الا كنا نقدروا مثلا انسان عادي نقدروا نمشيو معاه حتى ل 14 16 نقطه في اليوم، فهي من الاحسن ان احنا نعطيوها بالسن ديالها واحد 8 9 نقاط، من نحاولوا ما نشوفوهم ما نفوتوهمش، ونقدروا نضيفوا لهم كذلك لاكولتيري اللي هي كذلك واحد الزيت الاساسي اللي
ولو ان الرائحه ديالو شويه مجهده، ولكن بحكم نحن كنستعملوا المناعير واحد الكميات اللي هي قليله، اللي هو واحد الزيت الاساسي اللي كيعطينا واحد واحد يعني كمحاربه للالتهابات، وبعد خاصه بعد الاوجاع يعني كيعطينا واحد النتائج اللي هي مزيانه. ولكن هذا ما كيمنعش بطبيعه الحال على ان ملي كنهضروا على 84 سنه بطبيعه الحال فهنا راك واحد يعني ضروري ضروره التعامل معها من جميع الجوانب الاخرى، يعني المراقبه ديال الصحه ديالها، يعني في القلب ديالها كنراقبوا، الكبد ديالها كنراقبوا، الصحه ديالها بشكل عام. نعم، الحركه كذلك راه كتكون مهمه جدا في هذا السن، لانه يعني للاسف بزاف ديال الناس مع تقدم السن كيقول لك دائما خلي غير مرتاح، دائما في واحد الوضعيه ديال اما يعني جالس او الوضعيه ديال النوم دائما، والحركه كتكون قليله بزاف ظنا منا على انه ديك الحركه غتعب القلب ديالو، غتعييه، غدير النهجه وهاد المسائل كلها، ولكن كنساو الاهميه ديالها في الدوره الدمويه في هاد الامور. بطبيعه الحال غادي نبغي نضيف واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تشرتين بها، هي انه في هذا السن هذا، في هذا السن هذا ولا في السن كامل، يعني في العمر كامل، دائما كننصحوا بالتمارين الرياضيه. والتمارين الرياضيه بطبيعه الحال دائما خاصها تكون ملائمه للجسم، ملائمه للسن. ومن بين الحويجات اللي ضروري ان احنا نديرهم كنهضروا على لا ميسكولاسيون، يعني ديك كنهضروا على ديك الحركات ديال لا ميسكولاسيون. فحتى بالنسبه ل 84 سنه فراه ضروري يمتم ديك الحركات ديال لا ميسكولاسيون. ملي كنهضر على ميسكولاسيون ماشي غادي نعطيوها الحديد الثقيل تهزو وداك الشيء، يعني غير ديك القريعات مثلا، غير القريعه ديال الماء خفيفه كتبدا تهز فيها، يعني غير ديك الحركه ديال العضلات ديالها، فهذيك من بين داخله في العلاج، وهي ملي كتمكن لنا ان احنا كنفيكسي واحد العدد كبير ديال الاملاح باش كتفيكس لنا في العظام ديالنا، وبطبيعه الحال كتعاوننا بالصحه ديال العظام ديالنا، وخاصه حنا كنعرفوا الاهميه ديال الاهميه ديال هذا المشكل هذا عند هاد السيدات هادو. اذا تغذيه، حركه، ونقدروا نضيفوا لهم بعض الزيوت الاساسيه، خاصه انه في هذا السن هذا كما قلت لك كتعجبهم ديك الحضور ديال الاخر اللي مره غادي يجي يدير له واحد شويه ديال الزيت هنا، وش واحد اخر عاوتاني غادي يجي يدير ليها داك الاهتمام كيبقى مهم. ولا استعملنا معاه بعض الزيوت الاساسيه كما ذكرت، لافوند وخاصه لونغوستيفوليا، او لا شويه ديال الكولتيريك اللي هي كذلك، هذه زيوت اساسيه اللي كيناسبوا مزيان هذا السن هذا. خديجه من تطوان، المشكل ديال الضغط الدم عندما ارتفع، دكتور عبد الخالق رمضاني سولت على الزعتر واللويزه، واش كيزيدوا من ارتفاع ضغط الدم؟ الزعتر من الاحسن انها تتفادى، اللهم الا كانت كتستعملوا كملسمات. ذكرت الزعتر، ذكرت ازير، كنا ذكرنا لهم باش من الاحسن انهم نقصوا من التعامل معه. بطبيعه الحال ملي كنهضروا على الضغط الدموي دائما كنعاودوا نركزوا على الاهميه ديال التغذيه، وكذلك نقدروا نضيفوا لها بعض المسائل، بعض النصائح اللي حنا كنا دوزناهم وهما بسيط، اللي مثلا كنا ذكرنا الى الانسان اللي عنده القوه ديال انه يقدر يستهلك واحد ثلاثه دروس ديال الثومه في اليوم، فبطبيعه الحال فحنا ذكرنا ومشينا يعني افيك بوكو دو ديتاي، يعني بواحد عطينا المكونات الاساسيه اللي كتعطينا المنفعه في هذا الاتجاه هذا ديال الثوم، يعني اللي قدرت تستهلك واحد ثلاثه دروس ديال الثوم في اليوم، فبطبيعه الحال هادو كيبقاو، ولا قدرنا نستهلكوهم مدى الحياه، فهادو عندك يعني كيزيدوا يزكيوا لنا ديك الصحه الجيده، ولا ذاك البعد الوقائي اللي حنا دائما كنقلبوا عليه. اولا كما ذكرنا المره اللي فاتت، كنا ذكرنا واحد العشبه اللي ما عندهاش مضاعفات، اللي يقدر اي انسان يستعملها بدون اي تخوف، كنا ذكرنا الزعرور ولا لوبيبين اللي هي معروف على انها صديقه القلب والقلب والشرايين، وما عندها حتى شي تعارض، ما عندها حتى شي تفاعل مع شي ادويه، وحتى السميه ديالها يعني فريمون باش نوصلوا لها خصنا الاستهلاك يكون ديال واحد الكمية فريمون كبيره بزاف. غادي نمشيو هاد المره نتواصلوا مع ام يوسف على الخط معنا من مدينه اكادير. اهلا بك ام يوسف. صباح الخير لالا. صباح النور. كنشكركم على هذا البرنامج، كنشكروا الدكتور الله يجزيكم بخير، نورتونا بهذه الاذاعه. مرحبا ام يوسف. لالا بغيت نسولك، بنسول الدكتور على كناخذ بعلاقات الاعشاب اللي كنشرو في المحلات التجاريه، دوك لي ساشي كاين ديال اليازير، كاين ديال اللويزه، كاين بزاف اليازير واللويزه. اييه. والزعتر كنديرهم غير في كاس وشويه ديما سخون وكنشربهم بحال دابا نهاريين، نهار لا ماشي ديما.
وبالنسبه ل سميتو السكنجبير الخضر كان نقطعوا طريفه تنديروا فواحد ياسر بالماء قرعه دجاج. اييه بالنسبه للكوليسترول عندي في ليميت. وكنشرب داك كاس كاس في النهار جوج كيسان على حسب حتى كيكمل. وكنعاود ندير كندير الاخر يكمل لي شي تاثير على الصحه ديالي الله يجازيك بخير. واخا وبالنسبه لك الله يجازيك بخير على ركابي ديالي بالنسبه للخدمه ديالي كنوقف بزاف. ملي كيضروني غير بالليل بغيت نعس انا كندهرهم غير بزيت العود وكيفوتني، ولكن الغد الاخر نفس الشيء ثاني بالليل خصني ندهرهم عاد نعس. اشنو طبيعه الخدمه ديالك ام يوسف؟ لا 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 السيطر الله يجزيك بخير. ايه واخا نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله. شكرا لك ام يوسف تواصلتي معنا من مدينه اكادير. اذا نبداو باول سؤال اللي سولت عليه دكتور عبد الخالق رمضاني. ام يوسف سولت على الاعشاب اللي كتاخذها بحال مثلا يازير بحال الويزه بحال الزعتر كديرهم في الماء سخون وكيعجبها. كنعرفوا راهم كاين ناس اللي ربما غير المذاق هو اللي كيجرهم دوك الاعشاب، كاين ناس اللي غير الرائحه ديك الرائحه ديال الاعشاب فكتعجبو داكشي علاش خاصها ديما تكون حاضره فوق الطبله. وسولت كذلك على المشكل ديال الكوليسترول اللي عندها، يعني كيف ما قالت راه هو في الحد، فذاك الكاس ديال سكنجبير ولا جوج ديال الكيسان اللي كتاخذ مشروب ديال سكنجبير كيف ما شرحت انها كتاخذ داك الجدر وكترقدو في الماء وكتبقى كتشرب حتى كيتسالي وكتصايب واحد اخر، واش عنده شي تاثير على الكوليسترول؟ واش ممكن يحسن الحاله ديالها او لا بالعكس؟ هي واحد في واحد العدد كبير ديال الحلقات كنا تطرقنا للمشكل ديال الكوليسترول. ودائما المشكل ديال الكوليسترول ملي كنهضروا على الكوليسترول يعني كما كنهضروا دابا على الشمس، يعني هادو جوج الحويجات اللي حنا ولينا كنشوف كنسمعوا الشمس ولا كنسمعوا الكوليسترول كيبان لنا على انهم شي حوايج اللي هما كيخلعوا بزاف. الشمس عندها واحد العدد كبير ديال المنافع معروفين هي متى كيبداو الاضرار ديالها. الكوليسترول بطبيعه الحال كذلك فهو ماده من المواد اللي هي نافعه للذات ديالنا، واللي ربما انا غادي نشرها دابا انا كنتخوف اكثر الى بالي جا عندي واحد المريض وجا عندي واحد عنده واحد النسبه ديال الكوليسترول طايحه بزاف، يعني هاد المساله هذه كتخوفني اكثر بحكم على ان كنعرف ان دوك كنعرفوا الكوليسترول فراه هو الصحه ديال الخلايا ديالنا، فهو هذاك واحد الفيلم ليبيديك واحد الغشاء ولا غطاء دهني كيكون عندنا في البشره ديالنا هو اللي مهم عندنا بزاف. هو الكوليسترول هو واحد العدد كبير ديال الهرمونات اللي كاينين عندنا، بلا الكوليسترول ما كيقدروش يكونوا. وبطبيعه الحال حنا كنسمعوا كذلك الهضره خطا ديال الكوليسترول الضار والكوليسترول النافع، ولو انه ما كاينش كوليسترول ضار وما كاينش كوليسترول نافع فراه بجوجهم فيهم المنافع. هيمتى كنهضروا على الضرر؟ الا كان واحد الاكثار، يعني كانت واحد الكميه كثيره. وكذلك كنبغي نشير على ان اهم النسبه الاهم ولا السواد الاعظم ديال الصناعه ديال الكوليسترول فراه كتم في الكبد ديالنا كيف ما ذكرنا واحد العدد كبير ديال المرات. هنا كاين بطبيعه الحال وكذلك يعني للتخلص من الكوليسترول الطريق الوحيده اللي كنفرزوا منها، ماشي الوحيده ولكن تقريبا واحد الفيته واحد 95% فالافراز ديال هذا الكوليسترول كيتم، ولا ماشي الافراز ولكن التخلص منها كيتم كذلك عن طريق الكبد. اذا هنا كاين واحد في التغذيه ديالنا بطبيعه الحال كيخصني باش نحافظوا على ذاك التوازن، التغذيه ديالنا خاصها تكون بطبيعه الحال متوازنه. وهنا كاين بعض الحويجات اللي كيلعبوا واحد الدور اكثر فيما يخص المحافظه على 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 هذا المعدل ديال الكوليسترول، على انه ما يعلاش بواحد الشكل اللي هو مخيف. كاين الحوايج مثلا السريال كمثال بسيط واللي دائما كنقولوا اللي هو مثلا تخيلي مثلا دابا ان الشعير والاهميه ديالو في واحد باش كيخلينا الافراز ولا التخلص من الزائد ديال الكوليسترول كيتم بواحد الشكل اللي هو ممتاز وكيحول دون اعاده امتصاص ديال هذيك الكوليسترول. اذا شويه ديال الشعير كذلك بالنسبه لو بونكور اللي بين قوسين اللي كيتسمى البون كوليسترول باش نطلعوا بالنسبه ديالو ما كاينش عندنا ما احسن من زيت الزيتون ولا زيت العود. اذا هذاك المشروب اللي هو كان تقليدي اللي عندنا اللي هو ديك الزليفه ديال البلبوله ولا ديال الشعير مع شويه ديال زيت العود فراه كيبقى من بين الحويجات اللي مهمين على لتعديل النسبه ديال الكوليسترول. بطبيعه الحال التغذيه انها تكون عندنا مهمه فيها واحد النسبه مهمه ديال الخضر تكون واحد النسبه ممتازه ديال الفواكه، نبعدوا من الدهنيات خاصه من الدهنيات الحيوانيه، يعني ويكون حتى الدهنيات يكون نقلبوا على مصادرهم الممتازه وانا ذكرت منها زيت الزيتون. بطبيعه الحال الماء كيبقى مهم ومهم كذلك بزاف. وبطبيعه الحال واحد النمط ديال العيش اللي من بين الحويجات
الوقت اللي ضروري خاصهم يكونوا فيه واحد التمارين رياضيه، واحد النشاط اللي كيكون حتى هو يعني مناسب كما ذكرت قبيله السن ومناسب بزاف الحويجات. دونك هادو حويجات اللي هما بساط اللي باش كان في المكة تكون النسبه ديال الكوليسترول مرتفعه، فاهم حاجه خاصنا نركزوا عليها هي النمط ديال العيش. بالنسبه المشكل ديال الركاب اللي ذكرت، حيت خاكاك ربما يقدروا يكونوا مع الوقوف، يقدروا يكونوا مع واش التهاب ولا بدات كتكال، يعني هنا على حسب واش التهابيه ولا ميكانيك. هنايا من بين الحويجات كذلك في انتظار انها تكون واحد الزياره ديال المختص، كاين بعض الزيوت الاساسيه اللي كذلك كتبقى المنفعه ديالها مزيانه، كاين الزيت الاساسي ديال الازير، كاين الزيت الاساسي ديال الخزامه، كاين الزيت الاساسي ديال الويزه ولو ان الثمن ديالو شويه مرتفع. يعني هاد الزيوت الاساسيه مع زيت الزيتون اولا مع زيت الاركان كيبقاو من بين الاختيارات اللي هي ممتازه. وبطبيعه الحال الكميه اللي هي اللي تقدر تستعملها في كل مره بحكم على انها كتفضل تستعمل مرة واحدة في اليوم، ف8 حتى 10 نقاط في اليوم فكيكونوا ممتازين. نعم، واليوم موضوعنا الأعشاب والزيوت الأساسية وصحة المرأة. دكتور عبد الخالق الرمضاني يعطيك مجموعة ديال النصائح للمرأة في الفترة ديال الحمل. الأم المرضعة ربما من بين الأعشاب اللي دائما كتحرص على أنها تكون حاضرة الحلبة، وشائع لأنه الاسم ديال الحلبة جا لأن الدور ديالها اللي كدير هو الإدراك ديال الحليب عند الأم المرضعة. فبالنسبة للحلبة التأثير ديالها كيفاش كيكون؟ واش دائما إيجابي عند الأم المرضعة؟ هو بطبيعة الحال إلى دابا كنلاحظوا حتى واحد العدد كبير ديال المستخلصات اللي ولا واحد دي سبيسياليتي، يعني واحد العدد كبير ديال المستحضرات اللي ولات مثلا كنلقاوها دابا كتسوق يعني في الصيدليات، ولا كتلقى الحضور ديال واحد المواد ومنهم المادة ديال الحلبة. علاش؟ لأنه فعلا ثبت علميا، ثبت عندنا واحد العدد كبير ديال الدراسات، ولو انه ما ثبتش يعني بشكل كيفاش من الدخول ديالها حتى العمل ديالها كيفاش كيكون، ولو انه ثبت يعني على انه فعلا كتخلي الكيمياء ديال الحليب كتكون تطلع بواحد النسبه اللي هي ممتازه وممتازه بزاف. هو ربما كيبقى المشكل الوحيد فيها هو الرائحه في بعض الاحيان، يعني بعض السيدات كنلاحظوا على انهم عاود باش كيستهلكوها بواحد الكميه اللي هي قليله كيكثروها، يعني حتى الاستهلاك ديالها يكون واحد معلقات صغار، وحده ولا جوج الا كثرات في اليوم ديالها. بطبيعه الحال في واحد المشروب اخر اللي هو مثلا هنا عاوتاني ذكرنا على الشعير وذكرنا، وهذا كذلك حتى هو ثبت على انه فعلا كيحرك لنا كيعاوننا بحكم المكونات ديالو اللي كيفرزها لنا في الدم. نعم، اذا الزلافه ديال الحسوه اللي مصيبه بالشعير كذلك تكون مهمه في ادرار الحليب. يعني هذه حويجات، والاهميه كذلك ديال الماء، والاهميه كذلك ديال انها بحكم على انها كما ذكرت المراه راهي واحد التركيبه اللي هي كبيره فيها بزاف الحوايج، ما فيهاش ما هو فيزيولوجي ما هو جسمي، راه فيها حتى حويجات اخرى، مؤثرات خارجيه، عمل، الحياه العائليه، يعني المؤثرات الخارجيه هي مهمه تخدم عين الاعتبار، يعني حتى الراحه النفسيه ديال المراه المرضعه هي كتبقى مهمه. اذا لتفادي هذيك الرائحه اللي كتكون في الحلقه، يا اما نستهلكوا واحد الكميه قليله، او ربما واحد العدد ديال الحلقات كنا ذكرنا الامكانيه ديال التنبيت ديال. نعم، اذا كتنبت وملي كتنبت كنديروها كما ذكرت هذاك في المساله ديال لو فور بيردو، اذا هنايا كتنقص ديك الكميات ديك الروائح ديالها. اذا سمحتي دكتور عبد الخالق رمضاني، غير بالنسبه للمستمعين الكرام اللي كانت فاتهم، نعاودوا بسرعه نذكروا بالطريقه ديال التنباس ديال الحلبه ولا اي حاجه اخرى بغينا نبتوها، شنو الطريقه كتكون وشحال الكميه اللي كناخذوا؟ الكميه اللي غادي نستهلكوها في ديك الثلاث ايام ولا اربع ايام اللي من بعد، وكما ذكرت اي حاجه نقدروا نبتوها، وعاد كنعطيو واحد الطريقه اللي هي بسيطه واللي هي سهله. سهله يعني ما بغيناش نشوف الطرق اللي حيت كاين طرق اللي هي شويه فيها شويه ديال التعقيد، غنمشيو باسهلهم. هي كناخذ واحد زيف، من الاحسن يكون من هذوك الزيوف اللي كانوا قدام زيف حياتي او لا واحد الخناشي كانوا زمان ديال اللي كانوا كيتسموا ديال الخيش بالنسبه
دوك علاش؟ لانهم هذوك كيبقاو شادين الماء وربما واحد العدد كبير في البوادي كيبقاو على انهم كيديروا في دوك الخابيه كيغطوا بها الخابيه. علاش؟ لانها كتبقى شاده الماء واحد الماء ما كيخرجش منها بسهوله. اذا كنديروا فوق منها هذيك الكميه اللي حنا بغينا وكنبقاو نفزقينها يعني كنكونوا رقدناها واحد المده ديال 4 سوايع كتكون كافيه. شحال تقريبا حفنه ناخذوا حفنه على حسب الكميه اللي حنا غادي نستهلكوها في 4 ايام كيف ما قلتي العائله ديالنا في واحد 3 ايام 4 ايام من الاحسن. وكنديروها في هذه وكنبقاو نرشوا عليها الماء واحد المده ديال يومين 3 ايام 4 ايام على حساب اشنو درنا. فبطبيعه الحال كبدا يخرج منها كبدا تنبت كبدا يخرج منها واحد السبوله ديالها كبدا تخرج هذيك بشويه ديال كبدا تخرج شويه. هذاك هو الوقت ديال الاستهلاك ديالها. وبطبيعه الحال يعني راه حتى الشكل ديالها المذاق ديالها ولا حتى داك الاحساس ملي كتحطها بين السنان ديالك فراه الاطفال كتعجبهم كتعجبهم بزاف. واخا هنا السيلك ديالها واش كيكون ديال الحلبه كامله ولا غير ديال داك الراس اللي تفرع؟ لا لا المكونات كامله حتى ديك الحلبه اللي حنا كنا كنرشوها بالماء حيت كترخى يعني حتى نقدروا ناكلوها هكاك خضراء ديت كيكون حتى المذاق ديالها ممتاز. واخا تبارك الله عليك دكتور عبد الخالق الرمضاني. غادي نتواصلوا دائما مع المستمعين الكرام ولكن قبل نبقاو مع فاصل اعلاني وارقامنا مفتوحه دائما. فمرحبا بكل تساؤلاتكم اليوم في برنامجكم صحه وسلامه على ميد غاديو الاذاعه القريب منكم. مرحبا بكم معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52 وما تنساوش الرقم 5080 في اول اس ام اس كتبوا فقط كلمه صحه اس ا اش ا خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. كل تساؤلاتكم اليوم جاوبوا عليها رفقه الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالبواد الطبيعيه. وما تنساوش على انه موضوعنا الاعشاب والزيوت الاساسيه وتاثيرها على صحه المراه. سميه على الخط معنا من مكناس. صباح الخير سميه. صباح الخير لاله. اهلا وسهلا. تنشكركم بزاف على البرنامج. العفو سميه. تنستفدوا منه بزاف والله يكثر خيركم. مرحبا. بغيت الله يخليك انا عندي واحد المرض من الامراض المناعيه اللي سميته الليبيس. ايوه. غير بغيت نعرف واش انا عندي 42 سنه. واخا. وهذه عام باش بداني لان من بعد واحد لاكوشمون هذا مهم هذا هو المرض اللي عندي دابا حاليا. واخا. غير سمعت بان اللي عندهم الامراض المناعيه. ايوه. ما خصهمش ياخذوا الجلوتين. وكاع مشتقات الحليب. غير الا كانت هاد الفكره زعما انا بغيت نشوف مع الدكتور الا كانت هاد الفكره زعما صحيحه باش نبدا الريجيم ديالي او حتى الا كانوا شي حاجات واحد اخرين من غير هاد الجوج هادو. الله يكثر خيرك. بغيت غير نشوف واش هاد الفكره صحيحه ولا لا. واخا نجاوب على السؤال ديالك ان شاء الله. سميه غير قول لي لما المشكل ديال الدئبيه الحمراء من اللي بداك شنو العلامات الاولى اللي بانوا عندك ولا الاعراض؟ الاعراض هما المفاصل. ياك بالمفاصل نعم. يعني في المفاصل فين تيتنفخوا لي المفاصل ديال يدي شويه ولاو ديال رجلين. ايه. من بعد تحاليل وهذا عاد تكتشف بان المرض كان المره الاولى قالوا لي داك البوليارتريت. ومن بعد البوليارتريت قالك لا ماشي البوليارتريت يعني من بعد واحد الشهور ربع شهور عاد شخص المرض. ايه. يعني من بعد عام ديال المعاناه خلاص انا ما عرفتوش شنو هو ومن بعد عاد بان شنو هو بالضبط. هو الليبيس دابا قالك هي الليبيس ولكن واحد نسبه خفيفه يعني ما عنديش داك لي طاش في الوجه ولا أيه. ما عنديش داك الاعراض اللي تيكونوا باينين انا بداني في المفصل. نعم. ودابا كتاخذي العلاج بطبيعه الحال سميه؟ كناخذ التريتمون دو فون تناخذو. المهم غير بعض المرات تيتنفخوا لي واخا دابا بالتريتمون تيتنفخوا لي المفصل ديالي بعض الخطرات ولكن واحد النسبه قليله ماشي بحال الاول. نعم. غير حتى هذا هذه بغيت نشوف مع الدكتور واش كاين شي حاجه بحال دابا اللي تعاون في ذاك اللحظه ديال اللي تيكون منفوخين اللي غادي تسهل شي شويه الحركه وهذا هو. واضح سميه. شكرا لك تواصلتي معنا من مكناس وان شاء الله دعواتنا لك بالشفاء العاجل والقريب لك ولكل مريض. اذا مشكل من امراض المناعه الذاتيه كيف ما شرحت الدكتور عبد الخالق الرمضاني الحاله ديال سميه الدئبيه الحمراء. فهي بغات غير تاكد منك مثلا واش كاين شي دراسات او لا شي حاجه علميه كتثبت على انه الناس اللي هما عندهم هذا المرض اللي هو كيدخل كيف ما قلنا ضمن امراض المناعه الذاتيه خاصهم يبعدوا على المشتقات ديال الحليب وحتى على الجلوتين يعني فين ما كان. هي دراسات علميه مباشره في هذا الاتجاه ما كايناش ولكن كاين واحد العدد كبير ديال الاقتراحات بطبيعه الحال اللي كتبقى كما معزوله. يتحيد الجلوتين يتحيد المشتقات الحليب كاين اللي كاين كذلك كذلك اللحوم الحمراء. يعني واحد العدد كبير ديال المقترحات ولكن مدى الصحه ديالها ربما هذه الحويجات اللي مازال خاصها تثبت ولكن هذا ما كيمنعش على انه بطبيعه الحال فاش كتكون هذه الامراض ديال المناعه الموجهه ذاتيا فهذه لي مالادي اوتومين في طبيعه الحال لا لوبوس لا بوليارتريت واللي في بعض الاحيان نيت كيكونوا حتى
التشخيص ديالهم بطبيعه الحال من طرف مختصين كيقدر ياخذ منهم واحد شويه الوقت لان كاين واحد تشابه بيناتهم واحد العدد كبير ديال الامراض بيناتهم. هنايا من بين ربما في النوبات وهذا هو في النوبات كاين بالمصاحبه كتقدر تكون بعض الاقتراحات ديال خاصه ديال بعض الزيوت الاساسيه. قبيله ذكرت الزيت الاساسي ديال لاغولتيري ونقدر نضيف ليه الزيت الاساسي ديال الازير ونقدر نضيفوا ليه كذلك حتى الزيت الاساسي مثلا ديال الحواميد يعني بحكم على انهم ابيزون. هنا بطبيعه الحال سيتيم بريزون شارج ديال السيده يعني اللي خاصها تكون على واحد كذلك هنا كما ذكرنا قبيله بالنسبه للجلوكوم فبطبيعه الحال هنا بواحد مستوى يعني واحد تخصص اللي هو تخصص وفعلا تري بوانتو. اللهم كما قلت لك في المصاحبه نقدروا نمشيو نتعاونوا بهذه الزيوت الاساسيه اللي كتقدر تعطينا واحد تحسن في بعض الاعراض. نعم غادي نمشيو هذه المره الاس ام اس من عند ام سعاد كتقول انا عندي بنيسه في العمر ديالها 13 عام يلاه بلغات مؤخرا تقريبا هذه المده ديال الاربع شهور وتعرضت للكسر طاحت وتهرسات كسر فقالت نصحوها الناس بإلان. كتسولك دكتور عبد الخالق رمضاني في هذه الحاله بنيتها يلاه بلغات العمر ديالها 13 عام مشكل ديال الكسر ودابا نصحوها الناس على انها تستعمل ليها إلان في الكثير من الوجبات باش تجبر يعني ذاك العظم كيجبر هذه المساله واش تقدر ديرها ولا لا؟ هي بطبيعه الحال هي بهذه الحاله هذه كتحتاج بطبيعه الحال بعض المصادر ديال واحد العدد كبير ديال الاملاح اللي منهم مثلا إلان ولا لوميلي اللي هو مصدر مهم وبطبيعه الحال يعني دائما كانت كتستعمل وما كان عنده حتى شي تعارض مع السن ديال الطعام ديال الطيف. نقدر نضيفوا ليه بعض الحويجات اللي هو ديال الفارس مثلا اللي هو لابخيل ولا كنضيفوا ليه حتى بعض الطحالب ديال البحر كذلك حتى هذه حويجات اللي مزيان انها تحاول تدخلهم للبنيته ديالها في التغذيه ديالها لانه هذو حويجات اللي بطبيعه الحال كيعاونوها في انها وبالنسبه للسن ديالها 13 سنه كما ذكرت فهو بطبيعه الحال حتى ان شاء الله الشفاء ديالها غادي يكون بواحد السرعه اللي هي ممتازه. نعم كاين مستمعه كتسولك دكتور عبد الخالق الرمضاني بالنسبه للناس ديال ضغط الدم وشرتي المساله ديال الثومه والاهميه ديالها فكتسولك امتى النتيجه كتكون احسن واش الثومه مطبوخه ولا هكاك طريه خضراء؟ هي بطبيعه الحال من الاحسن اللي قدرنا نستهلكوها طريه راه ممتاز المنفعه تكون اكثر الا ما قدرناش بطبيعه الحال نحاول نطبخوها واحد شويه. قبيله ذكرنا ذاك الاختيار ديال سميتو ديال الزليفه ديال الزيتون نعم بالبوله المسائل هي بسيطه كنقدروا ندير فيها واحد الدرس ولا جوج ديال الثومه يعني كيطبخوا معها بلابو ديالها كما ذكرنا وهنا كنقدروا نستهلكوها يعني المذاق ديالها كيكون طاح شويه كنقدروا نستهلكوها بكل سهوله والمنافع ديالها كتبقى حاضره. علم باش ما تفوتنيش قبيله طرقنا السيده الحامل وما ذكرناش شنا هي بطبيعه الحال انا كما ذكرت من الاحسن يكون الابتعاد على واحد كبير ديال واحد العدد كبير ديال الاعشاب ولكن كتبقى واحد الاعشاب طبيه اللي هي الضرر ديالها ربما اكثر لان بحال مثلا ملي كنهضروا بعض السيدات كنلاحظوا يقدروا يستهلكوا مثلا السالميه فهنا بطبيعه الحال لي صوج كاملين ممنوع الاستهلاك ديالهم في اثناء الفتره ديال الحمل وكتكون عندهم واحد في بعض الاحيان بعض العواقب اللي هي شويه ما محموداش. كذلك كيبقى عرق صوص الغليز غليسيريزين اللي كذلك حتى هو من الاحسن ان احنا وكذلك كيقدر يتسبب لنا في بعض المضاعفات اللي كتكون غير محموده. كيبقى زيت واحد الاعشاب اخرى كذلك بحال مثلا الازير اللي كنا ذكرت كيقدر يكون عنده بعض الاضرار على الجنين هذه المره اذا حتى هو من الاحسن ان احنا نتفاداو معه. وقبيله يعني السيدات فاش ضغطنا لهم على المسائل المضره للحليب نقدروا نضيفوا لهم حويجات اخرين لا حيت ما كان حيت ذكرنا لهم الحلبه ولكن ما عطيناهمش اختيارات اخرى نقدروا نضيفوا لهم حويجات اخرى بحال مثلا النافع مثلا النافع ولا البسباس هذو حويجات اللي هما معروفين على الاولى غير العصير ديال داك الطح ملي كان لي كاروت الجزر او الخيزو فهو بطبيعه الحال كذلك عنده منافع ممتازه في هذا ولا هذاك النافع ولا داك البسباس هذاك نضيفوا معه حتى شويه ديال الكمون فهذو حويجات اللي هما مدير الحليب مدير للحليب وحتى من ناحيه النسمه ديال اللي عطاو شي نسمه في الحليب ديال الام فراك حتى الطفل حتى هو كيحبها. نعم معنا اسمس من عند ام هشام كتسولك دكتور عبد الخالق رمضاني على سن حرام واش ممكن كتفيد في سن الامل يعني ما بقاتش كتجيها العاده ولا الدوره الشهريه وقالت عندها المشكل ديال الكربه العرق بزاف قالت دائما لدرجه انك تقدر تبدل الحوايج ديالها زوج ولا ثلاثه ديال المرات في النهار لانهم كيعرقوا بزاف وكيفزقوا عليها فسولتك على سن حرام.
سن حرام يعني هنا في هاد سن حرام حيث كما ذكرت انا وخاصه ديك لاكان ديالها كنا دائما كنت كنصح بعدم الاستعمال ديالها. اللهم في بعض الاحيان قد نستثنيو ونستعملوا الاوراق ديالها. اللي هنايا في هذه الحاله هذه يعني ما كاينش من فعلها مباشره تقدر تعطيها، اللهم قد نفضلوا عليها شي حوايجات اخرين بحال مثلا ذكرت قبيله السالميه كاعشاب طبيه قد لا سيبري او لا سيرو. يعني هادو حوايجات اللي هما بساط اللي فيهم، وكذلك بطبيعه الحال في التغذيه راه مثلا ذكرنا قبيله الحلبه ذكرنا عدد كبير ديال الحوايجات اللي قدروا ينفعوا. هنا من الاحسن يعني نزيد نصحها من الاحسن ببعض الزيوت الاساسيه خاصه الزيت الاساسي ديال السالفيا، ولكن من الاحسن يكون خليط ما بين لا سالفيا سكلاري ولا سالفيا اوفيسينال اللي هما جوج الانواع ديال السالميه اللي يعني وحتى التعامل معهم بطبيعه الحال يعني خاصهم واحد احترام المقادير ديال وكيفاش غتستعملهم. بحال بالنسبه للحاله ديالها يعني تكتفي بواحد جوج نقط يعني شوف الكميه جوج نقط ثلاثه مرات في النهار يعني في اليوم ديالها يلا غادي يكون واحد ست نقط تشربهم. لا غير واحد الاستعمال تقدر تستعملهم في الاسفل ديال البطن ديالها. نعم. يعني كدلك بهم تدليك مع واحد زيت نباتي او لا في يعني غير حيت كما ذكرت بالنسبه للزيوت الاساسي ماشي بالضروري ان احنا نستهلكوه عن طريق الداخليه يعني كما ذكرت دائما حتى البشره بالنسبه للزيوت الاساسيه فراه كتعتبر فم. نعم شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه على كل المعلومات والنصائح اللي كتعطينا في كل مواعيد معك، فمشكور مره اخرى. موعدنا معك ان شاء الله يكون الاسبوع المقبل. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه، فموعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون وفاء فائز فندر رفقتني في الاخراج وسميحه في استقبال مكالماتكم. صباح سعيده.